إلى فرنسا، أين ترشح البطل العالمي لأولمبياد 2000 جابير سعيد قرني عن الجالية في فرنسا عن حزب حركة الانفتاح، داعيا هو الآخر التغيير ودعم الجالية الجزائرية، بالإضافة إلى نقاط أخرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي. مرة أخرى التغطية لجميل جربوع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. جابير سعيد قرني بطل عالمي وأولمبي مترشح في قائمة انفتاح رقم 23. سيدي جابير، وش الشيء اللي خلاك تقتحم عالم السياسة وأنت رياضي؟ هي حقيقة بزاف ناس سألوني هذا السؤال لأن شافوني غير في الرياضة، لكن ما عرفوش سعيد قرني كموظف. أنا بعد نضج كما نقول أنا نضج في السياسة مع احتكاكي مع سياسيين في عدة مناصب حكمتهم في الجزائر، وبعد ما جئي هنا لفرنسا شفت بلي أن الجالية الجزائرية كان عندها كما احنا نقولوا نقص بعض النقائص، وهذا كان دافع ليا باش نتقدم لهذا الترشح. ممكن تعطينا أهم النقاط في برنامجكم؟ والله غير حقيقة اليوم كاين عدة نقاط، لكن النقطة الأهم اليوم هي أنه الشعب الجزائري لازم يرجع، لأن تاريخ الجزائر وتاريخ كما قلت الجزائريين في فرنسا مش من البارح، وكان قبل الاستقلال، وكانت قوة الجزائر في الشمل تاعهم وفي الوحدة. أنا أول شيء هي نطم الشمل الجزائري باش تكون عندنا كلمة واحدة. بعد كان عندنا كما احنا نقولوا بعض النقاط اللي هي اقتصادية واجتماعية. كلمة أخيرة سيدي. إن شاء الله كما نقول لك ربي يوفقنا للخير، وما تنساوش بلي يوم 12 كونوا حاضرين بقوة. بارك الله فيكم.